القرآن الكريم هدى وبيان وموعظة وبرهان ونور وشفاء وذكر وبلاغ ووعد ووعيد وبشرى ونذير، يهدي إلى الحق وإلى الرشد وإلى صراط مستقيم، يخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، يحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، فيه تبيان لكل شيء وهو شفاء لما في الصدور. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، من ابتغى الهدى في غيره أضله الله، فهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، لا يشبع منه العلماء، ولا يخلق على كثرة الرد، ولا تنقضي عجائبه، من قال به صدق، ومن حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم. أيها الإخوة، لكن المسلمين حينما هجروا القرآن الكريم واكتفوا بتلاوته جعلوه قراطيس. العناية بالقرآن الكريم لا حدود لها في طباعته وفي تزيينه وفي تلوينه وفي ألوان الحروف المجودة وفي طبعاته المختلفة وفي أحجامه المتباينة وفي أنماطه المتعددة. القرآن الكريم بين أيدينا ميسر، لأن الله عز وجل قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر. يمكن أن تقرأه بحروف أعجمية، يمكن أن تقرأ تفسيره بكل اللغات، يمكن أن تقتني قرصاً فيه كل القراءات. والله العناية التي نجدها في القرآن الكريم في طباعته، في إخراجه، في تلوينه، في تبسيطه، في ترجمته، تأخذ حداً لا يصدق. ولكن أين العمل به؟ لذلك في القرآن الكريم هذه الآية: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، يتلونه لكن أحكامه ليست مطبقة. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وهذا ينطبق على المسلمين. أيها الإخوة الكرام، مع أن القرآن يهدي للتي هي أقوى، يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً، يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل عقله ولا تشقى نفسه، فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. هذا وصف القرآن في القرآن. أيها الإخوة الكرام، ينبغي ألا يحزن قارئ القرآن، ينبغي ألا يصاب قارئ القرآن بإحباط، ينبغي ألا يصاب قارئ القرآن بالكآبة، ينبغي ألا يصاب قارئ القرآن بالتشاؤم،
ينبغي ألا يصاب قارئ القرآن بالسوداوية، ينبغي ألا يصاب قارئ القرآن بالانقباض. لماذا؟ لأن الله عز وجل يقول: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا، لا تخافوا مما سيأتي ولا تحزنوا على ما مضى، لا تخشوا مما هو آت ولا تندموا على ما فات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، إذا كان الله معك فمن عليك؟ وإذا كان عليك فمن معك؟ ويا رب ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. كيف يحزن قارئ القرآن وهو يتلو قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذا وعد الله، وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعده للمؤمن في أي ظرف، في أي مكان، في أي زمان، في أي ظروف. فلنحيينه حياة طيبة. آية في القرآن الكريم تملأ القلب طمأنينة وتفاؤلا وبشرا وتوازنا وسعادة: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا مستحيل، وألف ألف 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 مستحيل. مستحيل أن تعصيه وتربح، ومستحيل أن تطيعه وتخسر. أم حسب الذين اجترحوا السيئات، شاب مؤمن مستقيم يغض بصره، يضبط لسانه، يحفظ فرجه، يفي بوعده، يتقن عمله، يرجو رحمة ربه، أيعقل أن يعامل هذا الشاب كما يعامل إنسان متفلت، آثم، عاصي، فاجر؟ مستحيل. إن تساوى هذا مع هذا فهذا لا يتناقض مع عدل الله، بل يتناقض مع وجوده. لا تقلق، عليك أن تستقيم، عليك أن تتجه إلى الله، عليك أن تصطلح معه، عليك أن تتوب إليه، وعلى الله الباقي. اعمل لوجه واحد يكفك الوجوه كلها، من جعل الهموم همّاً واحداً كفاه الله الهموم كلها. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ما العلاقة بينهما؟ أنت حينما تعبده ستأتيك الخيرات من كل الجهات. استقيموا ولن تحصوا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. الله يطلب منك، أنت تطلب من الله الكرامة وهو يطلب منك الاستقامة. يا معاذ، ما حق الله على عباده؟ قال: أن يطيعوه. قال: يا معاذ، ما حق العباد على الله إذا هم عبدوه؟ قال: ألا يعذبهم. هذا كلام رب العالمين. الناس يأخذون بكلام بعضهم بعضا، تتبدل الأسعار، تضطرب الأمور لتصريح قليل من إنسان ضعيف. فإذا بخالق الأكوان يقول لك: لا تخف ولا تحزن. أيها الإخوة الكرام، أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم؟ دعك من الآخرة، ليس هناك شك في الآخرة، ولا في أن الآخرة ينالها المؤمنون الصادقون الطائعون ويخسرها الكفار والمنحرفون.
في الدنيا، نحن في هذه الدنيا، حياة المؤمن غير حياة الكافر، حياة المستقيم غير حياة المنحرف، حياة العفيف غير حياة المنحرف. لا يمكن أن تسوى هذه بتلك. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أيها الأخ الكريم، وأنت في رمضان تقرأ القرآن، فإذا تلوت قوله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. أين أنت من هذه الآية؟ هل يضطرب قلبك إذا ذكرت الله؟ هل إذا اطلعت على آية كونية أو آية تكوينية أو آية قرآنية تزداد إيمانا؟ هل أنت متوكل على الله؟ هل ترى أن الله عز وجل إن توكلت عليه فهو حسبك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه؟ أيها الإخوة الكرام، هل آويت إلى الكهف؟ هل دخلت إلى بيتك وتلوت القرآن الكريم؟ هل دخلت إلى بيتك وصليت قيام الليل؟ هل دخلت إلى مسجدك وأصغيت إلى من يعلمك القرآن الكريم؟ فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. هل امتثلت قوله تعالى: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال؟ أتمنى عليك أيها القارئ الكريم، وأيها الصائم، وأيها الذي تقرأ القرآن في رمضان، أن تسأل هذا السؤال مع كل آية: أين أنت منها؟ هل أنت مطبق لها؟ هل أنت مقصر في تطبيقها؟ هذا هو التدبر. أنت في البيت وأمامك زوجة، هل إذا قرأت قوله تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، هل بينك وبينها مودة ورحمة؟ أم بينك وبينها الخصام والحوار ورد التهم وتفنيد الأخطاء والكراهية؟ معنى الوضع الذي في بيتك ليس سليما، وضع في خلل. هكذا وصف الله المؤمنين وجعل بينهم مودة ورحمة. هل تحاول إصلاح العلاقة مع زوجك؟ هل تحاول أن تملك قلبها؟ هل تحاول أن تأخذ بيدها إلى الله؟ هل تحاول أن تطمئنها أنك لن تطلقها؟ هل تحاول أنك تكرم أهلها حينما يأتون؟ ألا تقرأ هذه الآية: وجعل بينكم مودة ورحمة؟ من أين تأتي المودة؟ من الهواء؟ تأتي من العمل، تأتي من الابتسامة، تأتي من الثناء، تأتي من التطمين، تأتي من المودة، تأتي من الهدية، تأتي من العفو، تأتي من التسامح. أنت حينما تقرأ القرآن، ألم يخطر في بالك أنه إذا كانت العلاقة بينك وبين زوجتك ليست كما وصف الله، فهناك في البيت خلل لا بد من إصلاحه؟ أيها الإخوة الكرام، إذا قرأت قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً، هل عاشرتها بالمعروف؟ هل امتنعت عن إيقاع الأذى بها؟ ليت الامتناع عن إيقاع الأذى بها معاشرة بالمعروف. لا والله، المعاشرة بالمعروف أن تحتمل الأذى منها، إنها زوجتك وأم أولادك. ألا يترجم القرآن إلى واقع؟ ألا يترجم إلى سلوك؟ إلى نمط أعيشه؟ لماذا القرآن في واد وأنا في واد؟ لماذا البيت يمتلئ بالصخب
والكراهية والاتهام، بينما القرآن يصف العلاقة بين الزوجين بالمودة والرحمة. لا نكن كالنعامة نغمس رؤوسنا في الرمال. أنت إذا قرأت القرآن الكريم، هذا كلام الخالق، هذا كلام الخبير، أين أنا من هذه الآية؟ الأولاد الذين في بيتك، هل تعلم علم اليقين أنك إذا أحسنت تربيتهم، أحسنت توجيههم، حرصت على إيمانهم، على استقامتهم، بذلت جهدا في معرفة أصدقائهم، أعطيتهم، أكرمتهم، أدخلت الفرحة إلى قلوبهم، فمالوا إليك وانضموا إليك وأتمروا بأمرك ووالوا من توالي وأحبوا من تحب، هل تعلم علم اليقين أن هؤلاء الأولاد كل أعمالهم إلى يوم القيامة في صحيفتك؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ألا ترى أنك إذا اعتنيت ببنت أو بابن فكان ابنا صالحا وبنتا صالحة، أن الذرية من هذين الولدين إلى يوم القيامة في صحيفتك؟ والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. هذه التي تقرأ القرآن في رمضان مسلمة، تقرأ القرآن وثيابها محتشمة أثناء قراءة القرآن، لكنها إذا خرجت إلى الطريق ليست كذلك. ألم تقرأ قوله تعالى: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن؟ لا يحتاج إظهار الزينة إلى الضرب بالأرجل، الزينة صارخة وظاهرة ومفضوحة ومكشوفة، ولم يبق للزوج شيء. إذا قرأت أخت القرآن الكريم، هل هي في مستوى هذه الآية؟ ولا يضربن بأرجلهن، ألا تعلم المرأة أن لها عبادة عند الله عظيمة؟ أنا أسميها عبادة إعفاف الشباب، حينما تستر مفاتنها وترتدي ثيابا فضفاضة وثيابا سميكة وثيابا ذات ألوان رصينة، وحينما تستر مفاتنها أنها تقوم بأجل عبادة لها، إنها تسهم في إعفاف الشباب، لا تسهم في إفسادهم وإثارة غرائزهم. لا يحزن قارئ القرآن. أيها الإخوة الكرام، كم عقد مالي بين المسلمين نقض؟ الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل أنت عند عهدك؟ هل أنت عند وعدك؟ هل وقعت عقدا تفي به ولا تنكله ولا تتراجع به؟ هل تعتقد أنك ذكي وشاطر إذا نكلت بالعهود وتقول في نفسك بالتعبير الدارج: ألف قلبة ولا غلبة؟ هل هذا الإيمان؟ يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. هل تقرأ القرآن وتستثمر المال بطريقة ربوية، وتأتي إلى المسجد وتصلي بالصف الأول وتقرأ ختمة في رمضان، بل تطلب قراءة مجودة تسمعها لأئمة القرآن، واستثمار أموالك في الربا؟ هذا الذي يحصل. ذكرتكم قبل حين أنني سألتزم الحقيقة المرة قبل الوهم المريح. ما من مسلم إلا ويقرأ القرآن في رمضان، إذا كان المال في المصرف وله فائدة ربوية، أو الربا بطرق لا تعد ولا تحصى، وتقرأ القرآن يمحق الله الربا ويربي الصدقات. فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هل
تضبط علاقاتك المالية وفق الآيات التي تقرأها في رمضان، أم أن القرآن في واد وعلاقاتك المالية في واد؟ هل جعلت القرآن قراطيس؟ هل جعلت القرآن تراثاً للأمة؟ نص فلكلوري تقرأه في رمضان، أم أنه كلام الواحد الديان، كلام من بيده كل شيء، من بيده رزقك، من بيده صحتك، من بيده زوجتك، من بيده أولادك، من بيده من فوقك ومن تحتك؟ أيها الإخوة، في العلاقات الاجتماعية ما من مسلم إلا ويقرأ القرآن في رمضان. هل قرأت قوله تعالى: قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن؟ الكلمة الطيبة، الكلمة المؤنسة، الكلمة المعتدلة، الكلمة الحانية، أم تتفنن في إيقاع الأذى بكلامك؟ لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. وقد عد الإمام الغزالي أكثر من 30 معصية يقترفها اللسان. قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ألا تقرأ قوله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم؟ هل أصلحت العلاقة بينك وبين الله؟ هل أصلحت العلاقة بينك وبين الخلق؟ هل أصبحت علاقة بين إنسانين؟ أم أن علاقاتك مع شريكك ومع أخيك ومع أختك ومع جارك علاقة سيئة وبالمحاكم والدعاوى مستمرة، وتأتي في رمضان إلى المسجد لتقرأ القرآن؟ أرأيت إلى هذا التناقض المريع والمفارقة الحادة؟ فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. كم من شركة فصمت بسبب سوء ظن آثم، وكم من طلاق تم بسبب سوء ظن آثم، وكم ببناء اجتماعي انهارت دعائمه بسبب سوء ظن آثم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ولا تجسسوا، تتبع الأخبار السيئة، ولا يغتب بعضكم بعضا. مجالس المسلمين ممتلئة بالغيبة والنميمة. قالت عائشة يا رسول الله عن صفية: إنها قصيرة فقط. قال: يا عائشة، لقد قلت كلاما لو مزج بمياه البحر لأفسدته. هذه الكلمة. مجالس المسلمين مفعمة بالغيبة. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم، ألا يسخر من زيد وعبيد؟ ألا يقلد؟ ألا يحاكى؟ ألا يسخر منه؟ لا يسخر قوم من قوم، عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا، 7000 دعوى في قصر العدل، أحد الطرفين ظالم وجميعاً من المسلمين. 7000 دعوة في مدينة واحدة بين مدع ومدع عليه، وأحد الطرفين ظالم وهم مسلمون. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أيها الإخوة الكرام، في العلاقات الدولية تهديد يحطمنا، شبح حصار اقتصادي ينقلنا إلى اليأس. أين الله؟ يقول الله عز وجل: كن مؤمناً واستفد من هذه الآية، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيماناً
وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، هذه الآية تنطبق على المسلمين اليوم، الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. تارة يصرح البابا تصريحات غريبة جدا، وتارة يرسم الرسام صورا مشوهة لرسول الله، وتارة يدنس المصحف، ودارة تقف امرأة تخطب في الناس تحديا بمنهج الله عز وجل ولأحكامه الفقهية. إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. أيها الإخوة، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى الأمل صفر، ما في أمل أبدا، فرعون بقوته وأسلحته وجنوده وحقده وجبروته وغطرسته، وراء شرذمة قليلة فيهم نبي كريم، وقال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. ألا تقرؤون هذه الآيات؟ ألا تقرؤون قوله تعالى ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين؟ ألا تقرؤون قوله تعالى إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده؟ ألم تقرؤوا قوله تعالى وإن جندنا لهم الغالبون؟ ألم تقرؤوا قوله تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا؟ هذا كلام خالق الأكوان، وزوال الأكوان أهون على الواحد الديان من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. لماذا اليأس؟ لماذا تقول انتهى المسلمون؟ لأن أعداءهم أقوياء يفعلون ما يريدون، وترى المسلم يدافع عن الأعداء يؤكد أن الذي يريدونه سيقع، ولا يدخل الله في حساباته أبدا. أيها الإخوة، قد تأتي بعض المصائب، هل من مصيبة أكبر أن يجد الإنسان فجأة نفسه في بطن حوت؟ وجبة الحوت 4 طن والإنسان 100 كيلو، لقمة واحدة، ويستطيع الإنسان أن يقف في فم الحوت. سيدنا يونس نبي كريم وجد نفسه في بطن الحوت، فنادى في الظلمات، في ظلمة بطن الحوت وفي ظلمة البحر وفي ظلمة الليل، فنادى في الظلمات ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. دقق الآن، قال تعالى وكذلك ننجي المؤمنين. في أي زمان وفي أي مكان وفي أي ظرف وفي أي وضع، وكذلك ننجي المؤمنين. أيها الإخوة الكرام، الله عز وجل جعل للدعاء شروطا، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. استنبط العلماء أن للدعاء شروطا، أن تؤمن بالله وأن تستجيب له وأن تدعوه مخلصا، ولكن هذه الشروط يعفى منها إنسانان، المضطر والمظلوم. فالمضطر يعفى من شروط الدعاء، فإذا دعا الله عز وجل يستجيب له لا بأهليته ولكن برحمة الله، والمظلوم إذا دعا الله يستجيب له ولو كان كافرا. ولو كان كافرا، اتقوا دعوة المظلوم ولو كان كافرا فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. يستجيب الله لدعوة المظلوم لا بحسب أهليته للدعاء ولكن بعدل الله. أيها الإخوة الكرام،
الأحداث ترى بلدا متقدما غنيا جميلا، ثرواته طائلة، الرفاه لا يصدق مع الكفر والانحراف والإباحية والفساد والشذوذ والاستعلاء والغطرسة، تقع في حيرة. اقرأ القرآن. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. الدنيا تملأ قلب المسلمين. يقول الله عز وجل ينصحنا، قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون. أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. أيها الإخوة، ذكرت لكم لقطات وشذرات ومضات من آيات القرآن الكريم. أنا أتمنى عليكم أن تكون صلة بين ما تقرأ وبين واقعك، أن تسأل نفسك كل آية أين أنا منها، هل تنطبق علي؟ أيها الإخوة الكرام، يقول النبي عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه. يقول سيدنا عمر إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يقول عليه الصلاة والسلام في أحاديث متفق عليها إن الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع السفرة الكرام البررة، وإن المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب. ولا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. وفي حديث وجهه النبي لسيدنا معاذ، يا معاذ المؤمن لدى الحق أسير، يعلم أن عليه رقيبا على سمعه وبصره ولسانه ويده، وإن المؤمن قيده القرآن عن كثير من هوى نفسه وشهواته، وحال بينه وبين أن يهلك فيما يهوى. ورد عن رسول الله أنه لا يحزن قارئ القرآن، ولا يعذب الله قلبا وعى القرآن، ومن جمع القرآن متعه الله بعقله حتى يموت. ويقول أيضا اقرأ القرآن ما نهاك فإن لم ينهك فلست تقرأه، وما آمن بالقرآن من استحل محارمه، ورب تال للقرآن والقرآن يلعنه. أردت أن تقيموا علاقة متينة بين ما تقرؤون وبين واقعكم، وهذا